هذا وسيعرض تلفزيون البحرين على حضراتكم اللقاء الخاص لسعادة وزير شؤون الإعلام مع قناة المحور المصرية في تمام الساعة 10 من هذه الليلة. شاركت مملكة البحرين في الجولة الأولى للمفاوضات حول العهد الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي تنظمه الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بنيويورك. وعلى هامش جلسة المفاوضات الأولى نظمت مملكة البحرين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك منتدى جانبيا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، دعيت له جميع الوفود وكذلك جميع الوفود الدائمة في الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها ومنظمات المجتمع المدني. وقدم وفد البحرين ممثلا برئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي خلال المنتدى استعراضا لمشروع إصلاح سوق العمل ومبادراته الرائدة من خلال ورقة عمل استراتيجية تتضمن خلاصة المبادرات وآخرها تصريح العمل المرن ضمن جلسة مدتها 120 دقيقة تضمنت مشاركات من فريق رفيع المستوى من الخبراء تلتها مناقشات جماعية وأسئلة وأجوبة. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الأمم المتحدة تتابع مشروع إصلاح سوق العمل منذ انطلاقه وقد حظي بإشادة ودعم واسعين، وأضاف بأن آخر هذه المبادرات تتمثل في تصريح العمل المرن حيث تم اعتماده كأفضل الممارسات في إدارة أسواق العمالة الوافدة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والإشارة إليه في التقرير النهائي التحضيري للعهد الدولي للهجرة في المكسيك. وأضاف العبسي بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجنة الاجتماعية والاقتصادية لآسيا والباسيفيك قد دعا البحرين لتقديم عرض عن هذا النظام خلال اجتماع دول آسيا والباسيفيك في مملكة تايلاند نهاية العام الماضي، كما تم دعوة الهيئة لحضور اجتماع موسع لما يعرف بمسار كولومبو للدول المصدرة للعمالة في شهر مارس القادم لشرح ومناقشة تصريح العمل المرن. وشدد العبسي بأن هذا الاستقبال الكبير من مختلف الدول والمنظمات الأممية جاء ليؤكد بأن هذه الخطوات التنظيمية تأتي بريادة ورؤية سليمة وفي توقيت يحتاجه الاقتصاد ليتكيف مع المتغيرات السريعة ويخفف من الأعباء على القطاع الخاص، كما يوفر المرونة اللازمة ليستفيد من الفرص بسرعة عالية وتكلفة منخفضة وضمن الأطر القانونية. وفي الوقت ذاته فإنها أي الإجراءات والخطوات التنظيمية تصلح من وضع العمالة العرضية والمؤقتة التي يحتاجها السوق ولكن تمنعها الأنظمة التقليدية. مملكة البحرين اليوم بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية هذه الندوة الجانبية على هامش الاجتماع التفاوضي الأول للعهد الدولي للهجرة هنا في مدينة نيويورك في مقر الأمم المتحدة. هذه الندوة ركزت على إصلاحات سوق العمل القائمة في البحرين وشرحت بعض من المبادرات الجديدة التي قامت بها المملكة لتطوير سوق العمل وحلحلت بعض القضايا التي أصبحت من القضايا العالقة منذ فترة في هذا المجال. مشاريع البحرين الجديدة وبالأخص تصريح العمل المرن حازت على إعجاب المنظمات الدولية ودخلت كأحد أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من اجتماعات الأمم المتحدة، واليوم طلب منا تعميمها وتعميم دراستها لاستفادة بقية الدول مما تقوم بالمملكة في هذا الوقت. طبعا في البداية أحب التوضيح بأن هذه الفعالية جاءت بجانب المفاوضات الجارية الآن حول العهد الدولي للهجرة، طبعا بمشاركة يعني تقريبا كل الأمم المتحدة في هذه المفاوضات، وهذا طبعا شيء مهم هذه المفاوضات. فتأتي مشاركة البحرين بهذه الفعالية لإطلاع المجتمع الدولي وكل الحضور وكل أصحاب الشأن الآن على التجارب الرائدة لمملكة البحرين، خاصة عندنا التجربة الحديثة وهي تجربة تصريح العمل المرن في مملكة البحرين. وقد شفنا الحضور الآن مدى تفاعلهم مع هذه التجربة الآن ومدى الانطباعات الممتازة اللي حصلنا منهم من ناحية النظرية والتطبيق أيضا لهذه التجربة. تجربة رائدة لا شك في المنطقة، الدول الأخرى من خارج المنطقة الآن تنظر لها بعين الاحترام وكذلك دول المنطقة أيضا،
هذه تجربة رائدة لابد أن تجد لها أيضا المكان الذي يعني نطلق ونتكلم فيه، وقد حصدنا ذلك يعني من خلال تفاعلات الحضور داخل الفعالية هذه.